تبقى ان شاء الله جنب ستيشن. احنا بندرس كده مقدمه ازاي طيب ازاي الاوبريتنج سيستم بتاعك شغال، لما انت بتبوت بس كده ايه اللي بيحصل. خلاص نحطها بسيطه كده وسهله والناس كلها بتحبها. الموضوع كله شويه نظري كده، وبعد كده نبدا في فين ناخد الجرافه بقى والشغل اللذيذ بتاعه. تمام بس نمسح. طبعا كان طبعا اللي فاتت لسه ما اتمسحش تقريبا، مفيش حد غير ما جاش من هنا. ممكن نيجي نسكت بيت مش من ده مخبأ اللي قام مش الأحمر يا عم قالك الأسود والأزرق. دي مش كبيرة ده شغال كده يا شغال كده كده فول لازم اعمل مش عارف بس كده المره دي خلاص بقى الاخضر يعني مش يا عم الالوان دي فاتحه ما بتظهرش على الجسم اصلا عشان لما نضغط نضغط الفيديو يبقى صافينا على حاجه اللحمه ده مش بيظهر خالص. ماشي هنبدا النهارده ان شاء الله باول موضوع انا بحب ابدا بيه الادمنستريشن. انا بحب ابدا بدايه الكتاب خالص لان بدايه الكتاب يعني ما بيجيش على قلب الناس يعني مش صعب بس ما بيجيش على قلب الناس. هنبدا موضوع يعني الناس تبقى كويسه معاها تحبه في نص الشهر. هنبدا نبوت سيكونس. بوت سيكونس ده هنقسم لمراحل. اول واحده الفيروس initialization input initialization kernel initialization مقسمه جواها شويه مراحل كده. قولوا دلوقتي ارسم بوتسيسكي ارسم ايش ودي بعد كده ارسم طبعا كل دول كلهم مسألش كل حاجة من الأربعة دول اللي هنجي تحتيم حاجة عشان بس كل أيوة طبعا احنا هنمسك كلها تمديد مسكة مخصصة اه لا لا كده بس ماشي نمسك واحدة واحدة يعني نمسح كاملة ونمسكها واحدة واحدة. تعال نمسكها واحدة واحدة. أول حاجة عندك قلنا هي إيه؟ البايز انيشاليزيشن صح؟ إيه اللي بيحصل في البايز ده؟ البايز ده بيحصل فيه كام عليا كده؟ أول حاجة خالص البايز بيعملها بيقوم بحاجة اسمها
بوست. بوست دي اختصار باور اون سيت تيست. خلاص انت قصدك اول ما الجهاز بيفتح اصلا، اول ما الجهاز بيفتح اساسا، اول ما تفتح كده عملت باور ما خلاش في ما عملش اي حاجه خالص. ماشي ماشي. بعد كده بيعمل عملية تشيك مين؟ خلاص؟ بعد كده بيعمل حاجة اسمها IRQ. وآخر حاجة خالص بيعمل detect للبوتابل ديفايس ويعمل كومبير للديفايس دي لمين؟ للسيتنج بتاعته. كومبير مش هعمل معاه خليك في الناس اللي ما في مزرعه دي ايه؟ يا الله